مساكم الله بالخير. لا تكسر عيونكم، لبسوا نظارات شمسيه وتشوفونا اليوم. اليوم 16 من رمضان، عندنا ثلاث مباريات صارت احداث قويه امس، وخرجت فرق كنا متوقعين انها توصل ابعد، لكن تاهلت فرق تستحق التاهل الى دور ال 16. اليوم تستعرض مباريات اليوم بشكل سريع. عندنا مباراه البيرز مع الفروغز، البيرز اللي هم هاشم عدنان وفيصل المشيمي من نادي اليرموك ما فازوا في مباراتهم الاولى، خسروا من علي مقصيد وفلاح دبشه. اليوم راح يحاولون يفوزون على الفروغز ثامر نواف ثامر مع محمد سليمان من نادي الفحيحيل، لكن ايضا هؤلاء فازوا في المباراه الاولى، يبون يفوزون او يتعادلون عشان يتاهلون، ففي حسبه بين الفريقين وفي حسبه قوال. المباراه الثانيه البايزونز بدر الحجي ونايف البريتشي من جروب اف بيبارون لاعبين المرشحين من نادي كاظم يوسف تناك وعبد العزيز الفضل تي ريكسس، فهد الهاجري وحميد القلاف من الهيبوس الجروب دي مع الفوكسس اللي هم ناصر العجمي ومشعل الشمري من نادي النصر. هذه مبارياتنا اليوم، لكن بذكر لكم قصة صغيرة بخصوص البلنتيات وتأثير البلنتيات على مسيرة اللاعبين. مارتن باليرمو استدعي للمرة الأولى سنة 99 في المنتخب الأرجنتيني، وفي المباراة الثانية في البطولة مع بطولة الكوبا باروا فريق كولومبيا وصارت بلنتي حق مارتن باليرمو، ضيع الأولى صارت بلنتي ثانية عشان يعوض الأولى كان يضيع الثانية، صارت بلنتي ثالثة عاد خلاص لازم تقولها، ضيعت ثنتين كان يضيع الثالثة، هاترك بلنتيات ضيعهم. من بعدها لم يستدعى مارتن باليرمو إلى المنتخب لفترة طويلة، بعدين عاد مارادونا ليرجع إلى المنتخب مرة ثانية. بالمقابل الظاهرة ضد الأرجنتين في تصفيات 2006 مقول هاتريك بلنتيات على الارجنتين. احنا نتكلم عن ظاهره ونتكلم عن مارتن باليرمو، ماكو مقارنه اصلا. خلينا نشوف منو معانا باللجنه الفنيه. مساكم الله بالخير يا الربع، الكابتن صالح مهدي شلونك؟ مساك الله بالنور اخوي مناف، ومساء الساده المشاهدين. اليوم لبس جديد اليوم ولون جديد، كاسرين اللون اليوم، وان شاء الله يا رب نشوف اليوم اثاره مثل ما عودنا اعزائنا المشاهدين. اليوم في تحديد مصير متأهلين بالمجموعات، خاصة مباراة هاشم عدنان وفريق نادي فحيحيل، مباراة مجموعة صعبة يعني صراحة وبكل مقاييس يعني. إن شاء الله اليوم إن شاء الله نشوف مباريات ممتعة إن شاء الله. إن شاء الله. وليد علي اليوم لابسين لبس الهولندي، لازم نلعب الكرة الشاملة اليوم نطبقها في الكرة الشاملة، وبعدين يعني اللون هذا يعطيك اكتيفيتي يعني نشاط فيتامين سي. ليهني قطيت علي قبلها اللون يعني مش قاعد تمدحه صح؟ جايك انا بالحلقه ما راح اخليك اليوم. اكيد اليوم مثل ما تفضل اخوي صالح، اول شيء مسك بالخير اخوي مناف ومسي طبعا مشاهدين برنامج بلنتيات. مباريات يعني انا متحفز اني اشوفها صراحه، دام موجود فهد الهاجري وحميد القلاف، هاشم عدنان من المسددين الممتازين صراحه، مع طبعا الحارس فيصل المشيمي، بدر حجي كذلك، حتى ناصر العجمي، يعني ثلاث مباريات راح نستمتع فيها تحديد مصير يعني. اكيد تحديد مصير، وهي طبعا من اول حلقه البلنتيات هي بروحها مثيره وحماس، اليوم في تحديد مصير فاكيد الحماس راح يزيد اكثر. خلينا نسولف على اللي صار امس بشكل سريع، يعني اللي صار امس كان حاضر صالح مهدي ويانا بالحلقه، بنسولف عن المباراه الاولى. الاليجيترز فازوا على البوب كاتس، البوب كاتس اللي هم بشار عبد الله وخالد الفضلي اساطير طلعوا من البطوله، عدم تركيز او تركيز اعلى عند فريق نادي الكويت الاليجيترز، يوسف ناصر وعبد الرحمن كميل، كانت مباراه جميله، لكن الفريق الثاني هذا للمرشح صالح مهدي يطلع من البطوله. صالح مهدي فرق المرشحه طلعت من الدور الاول، فرقك انت في فريق للحين لا زال ضمن المنافسه اللي هو علي وليد علي وعبد الرضا شهاب. طلع فريقك امس جراح العتيجي ومصعب الكندري، شفنا جراح شال الحمل بروحه، صار حارس ولاعب وصفينا ويا كثر ما نقدر صراحة، وخسر مباراته أمام نادي الشباب عبد المحسن تركماني وسعد العنزي فريق الدكس بنتيجة 5-3. اللي صار أمس كان متوقع ولا متوقع؟ خلينا نقول المباراة الثانية كانت تحصيل حاصل حسم المتأهل منها، لكن المباراة الأولى اللي كانت بين بشار وخالد ويوسف ناصر مع عبد الرحمن كميل هي كانت مباراة تحديد بطل المجموعة. والله بالنسبه حق المباراه الاولى، المباراه كابتن بشار عبد الله والكابتن خالد الفضلي،
كانت مباراة يعني متساوية كفين يعني الصراحة، كانت مباراة بين خبرة وبين شباب، بين لاعبين معتزلين ولاعبين حاليين يعني. كلهم لاعبين الكويت. بالضبط كلهم لاعبين الكويت، فكانت المباراة صعب التوقع فيها يعني الصراحة، لكن المباراة الثانية كانت محسومة لأن جراح صار حارس وصار سدد يعني، ف وكانت كان اصلا مباراه تحصيل حاصل كانت يعني، فكانت محسومه المباراه. بس كل مباراه مهمه وين كانت بطلها محسوم، لكن في بلنتيات مهمه لان الناس ناطرين يشوفون اللاعبين، والخسران يبي يعوض بفوز يبي يحسن الصوره، فكل مباراه مهمه، لا ما في مباراه غير مهمه. بالضبط. الحين انا بس بشكل سريع التسديده الاولى، انا اتكلم عن المباراه اللي كانت يعني مو تحصيل حاصل، مباراه جراح وتركماني، مباراه بشار عبد الله وفريق يوسف فرقت ناصر. التسديده الاولى، التسديده الاولى اعتقد يعني اعطى ادفانتج حق يوسف ناصر لما تضيع، هو طبعا احنا نقول المسدد الاول فرصته اكبر يحط الضغط على الفريق الثاني، بس لما تضيعها هني تعطي الادفانتج اكثر حق الفريق الاخر. ابي اروح غرفه اللاعبين سريعا بعد هذا الفاصل. اضرب زياب الحاجة احنا المطاحن، الجيل الحالي وجيل الطيبين، احنا المطاحن والتموين للكويت، امن غذائي وتأمين، بالأزمات أذراعك اليمين، إحنا لأطفالك خير معين، أي شيء بخاطرك نقول لك تامر، من هالعين قبل هالعين، إحنا اللي تعرفونا من سنة 60، إحنا المطاحن. أنا وين أودي فلوسي؟ I'd like to order one pizza, extra caramel on the bottom and all around. كلش مو خسارة. هلا حبيبتي. إلا بدات. Thank you. نبي نشوف اول مباراه واستعداد الفريقين قبل بدايه المباراه الاولى. مساك الله بالخير. بنور يا هلا. محمد سليمان. يا هلا. ما عندكم رصيد كبير من الاهداف في مباراتكم الاولى وتحاولون تعوضون اليوم عشان تقدرون تصعدون، بس انتم تلعبون على فرصتين، التعادل والفوز. لا ان شاء الله الفوز. ان شاء الله الفوز. ان شاء الله موفقين ان شاء الله. الله يشكرك. محمد منو مثلك الاعلى عالميا؟ تحب تصير مستوى؟ كاسياس. نقيت صح. فيصل وجيمي. هلا والله. شلونك؟ تمام الحمد لله. اليوم لازم تفوزون، ما عندكم حل الا الفوز. اي ما لنا غير الفوز، فان شاء الله قادرين. عشان تدشون دور 16 تدشون بالحسبه المعقده مع فريق فلاح دبشه وعلي مقصيد. لا باذن الله فايزين ان شاء الله اليوم. ان شاء الله. منو مثلك الاعلى؟ وين؟ بالكويت خلينا نقول. الوالد. الوالد ما عليه كلام حسين الجيمي الدكتور، وعالميا؟ عالميا نافاس. نافاس. هم اختاروا صح. يلا موفقين ان شاء الله. موفقين. نروح نشوف المباراة الأولى شنو بيصير فيها من أحداث عشان حسبتها وايد معقدة. يلا نروح. الأولى مباراة صعبة يبي لها تركيز عالي، كل ركلة مهمة. صحيح. منور مناف منور. الله يسلم نورك، هذا البرتغالي نورك طال عمرك مو أنا. خاصة فريق الأهداف. منور. الحين تحت ضغط الفريق، أنت تحت ضغط. تحت ضغط كبير طبعًا، لأن شوف لو نرجع لحسبة الأهداف بالمجموعة فريق الفروجز اللي هم من نادي الفحيحيل اللي هو نواف ثامر مع محمد سليمان يملكون رصيدهم 3 أهداف فقط. اي نعم. وعليهم جولين. يعني التعادل لصالح هاشم؟ لا لا، التعادل لصالحهم الفايزين من قبل، هاشم ما فاز من قبل، خسر مباراته ضد الجيرفس. ما شاء الله يعني تسديداته كلها بس يعني. بس فريق هاشم عدنان عندهم رصيد حلو من الاهداف 5، عليهم 6. فلما يفوز الاهداف تشفع له النتائج. ايوه.
الحين انا اتوقع على يسار الحارس. سلام. هدف الاول عكس توقع وليد علي، بس استعجل بالنزول الحارس. بس التعليق على الشوتات الحين عندك في صالح. نواف الخالدي، نواف الخالدي وفيصل المتيمي بالمرمى. حطها صراحه، حطها جميله صراحه، حطها حلوه. اعتقد تسديده جدا جميل. كلامكم وصل عند الحراس، خاصه يعني فيصل المتيمي النزول استعداد. بالضبط. الحين هاشم عدنان، فيصل المتيمي كان وقفته مثاليه كانت بالنسبه لحارس المرمى، لكن ايضا ما تحرك قبل الركله. يعني ما طبعا هو من اللاعبين اللي يسددوا ركلات ثابته حتى مع النادي يعني. فريق البيرز هم حريصين على الفوز هذه المباراة عشان يتأهلون، لازم هم يحرصون على التسديد أكثر. بالضبط. تركيز عالي كان من الحارس. تركيز لازم عالي. تو هاشم سددها كانت ضعيفة زينة حق حارس المرمى، يتمنى أي حارس مرمى أن يسدد نفسه. بالضبط. لازم ترى التركيز موجود عند الحراس حتى لو تسجل فيهم أهداف، بس بالضبط. التركيز موجود يمين. بالضبط. هاشم عدنان ضيع الثانية، فالثالثة هذه أكيد راح يكون تحت ضغط عليه وهو مسدد، بس إنه من ركلتين. أنا أتوقع أن الفريقين متابعين بعض المباراة السابقة. هو على يسار الحارس مصمم على برافو. صراحة حسب حق الحارس تصدي هذه الركلة، لأن صدها بريلة بيدة العكسية بعد. مصمم إنه يروح يشوتها للداخل بالتسخين، كان يشوتها على يعني على يسار الحارس، كان ايش اسمه يراوي الحارس. ثلاث اهداف لحد الان لفريق الفوز مقابل هدف واحد فقط. الخالدي سدد ثلاث تسديدات على يسار فيصل المتيمي، وثلاثتهم ما شاء الله يعني حتى لو راح لهم فيصل كان يعني صعب عليه. ترى الحارس فريق نواف الخالدي الحارس، انا اتوقع الحين غير زاويته ثلاثه من النص، لازم يستخدم الوايلد كارد عشان يوصل أربع أهداف. مناف محمد سليمان أعطى دافع حق نواف الخالدي إنه يعني يشوت بريحية، لأن صد له ركلتين. كل واحد إذا قام الحين الحارس قرر هو اللي يسدد التسديدة الرابعة. محمد سليمان بيسدد مكان بس تعديل زاوية وايد كارد. طلب الوايلد كارد. مكان نواف، مكان نواف الخالدي بيشوت. طلب الوايلد كارد ها؟ إي طلب الوايلد كارد. سددها على يسار فيصل. محمد سليمان حدد اتجاه اليمين واتجاه التسديد. على فيصل المتيمي، فيصل لازم تتحسف يا نواف، لازم يصدها فيصل. راح تتحسف، راح تتحسف يا نواف، قلت لك. انا كلمت اللاعب يعني ما يخالف، لان كانوا قريبين للفوز. الحين في فرصه لفريق هاشم عدنان يسجلون بالوايلد كارد عشان يقدر يعوض، لان بهالطريقه الجول ما راح يفيده. نواف في شغله لكن خلال تجاربنا احنا، الحارس لما يبدا في تصدي البلنتيات دائما يقول انا بشوت بلنتي. بالضبط. يحس انه يومه، يحس انه يومه. هاشم عدنان نظاره، اختار النظاره. صار نهائي كاس الامير فلاح دبشه، صد بلنتي وسدد الاخيره وسددها، كانت صعبه بال90 على الحارس. بس هني محتاج الفوز اكثر، تركيز اكثر. طلب الوايلد كارد، شوف الوايلد كارد والنظاره. النظاره طبعا، النظاره افضل. افضل يعني طبعا كل واحد واختيار. لا انا اتوقع يسددها على يمين الحارس. سلام زاويته. أربع أهداف يملكون هاشم عدنان. الحين فيصل المتيمي لازم يصد هذه، ما صد هذه انتهى، راح يصير حوار بينهم فريق نواف. تخسروا هذه الكرة، يا أما توديهم دور الثاني صعبة، يا أما تطلعهم من البطولة. من خلال تسديداته أنا أعتقد راح يعلقها بالتسديد. أنا أتوقع سددها نفس زاويته. شوف تركيز فيصل على فكره نزول ازاي. قلت لك 90 تعادلوا 4-4. شوف صارت لك هني، اقول لك مناف النقاش بين نواف ومحمد سليمان، ان تالق محمد سليمان ونواف تسديداته كلها بال90
ان لو ما سدد هذه وصدها فيصل انا اعتقد يعني ما يحاشون بعض يمكن لا بعد رمضان يردون حق بعض. نقول هارد لك. اهم شيء ان فريق محمد صلاح طلع من البطوله. فريق محمد صلاح طلع. اهم شيء. اي طلع لان مع فوز مع تعادل فروجز مع البيرز صار عندهم اربع نقاط فيتفوقون بالنقاط على الجميع فهم لهم الافضليه. وايضا ايضا مناف خسرنا وجود علي مقصيد وكابتن فلاح دبشي في هذه البطوله. لا خسرنا اسامي كبيره اللي قدموا الكره الكويتيه يعني بشار عبد الله بدر مطوع احمد الرياحي بس هي البلنتيات هي تحدي يقرب المستويات بين الفريقين ما في احتكاك في تركيز عالي هو تركيز هدوء اعصاب يعني نبي نروح للمباراه الثانيه علشان نقدمها المباراه الثانيه راح تكون بين البايزونز مع تيركسس بدر الحجي ونايف البريتشي مقابل يوسف تنك عبد العزيز فضل بس قبلها نبي على عجاله نتكلم عن اللي صار توه في المباراه الهدف فرق التركيز قل شويه فرق مع حارس المرمى فرق هاشم عندنا حتى تسديداته ما كانت بذيك الصعوبه او يعني الحارس ما لقى صعوبه وايد انه يصد كرة لا بالعكس ترى تنحسب حق حارس المرمى الصراحه يعني إن انا لما اصد ضربه جزاء ايضا انا يعني ما نقلل من شان حارس لا لا مو قصدي بس قصدي قرا اللعبه صح حارس بس المرمى هاشم كان ممكن صح يلعبها اصعب من كذي هذا قصدي يعني كان يعني تسديداته المفروض افضل من كذي لا بس لكن الحارس المرمى هم قراها صح في واحده من الكرات كانت صعبه اللي صدها باليسار انا اقصد يعني مناف يقول في لاعب مثلا انت ما شفت شوتاتك اللي انت متعود عليها يعني هاشم عدنان دائما هو عنده افضل احنا ندري عنده افضل بس هاشم عدنان ترى هو هذه السايله يعني هو سايله مثلا بس يعتمد على القوه هاشم بس يعتمد على التركيز مثلا هاشم عدنان اكثر من بس الحين البلنتيات مناف التسديده الاولى مهمه جدا اولا بالقرعه لما تاخذ انت تبادر بالتسديده الاولى وثاني شيء زيد الضغط اكثر اذا سجلت هدف بنلحق على المباريات الثلاثة بالتسخين اعتقد حبيب القلاف وفهد الهادي المباراة الحين بالتسخين هاشم عدنان كان كله قاعد يشوت على الزاوية المعاكسة الزاوية المعاكسة مو هذا كنا نقول غير الحين مباراة الهيبوس مع الفوكسس فهد الهاجري وحميد القلاف مقابل ناصر العجمي ومشعل الشمري هذه المباراة الثانية تفضلون الفرق داخل الملعب الحكم الدولي سعد الفضلي اللي من اول يوم من البطوله وهو معانا وقاعد يدير المباريات باقتدار وقاعد يرجع للبار في حال الشك لكن اليوم نشوف فهد الهاجري وحيدا ولن تمشي وحيدا وحيدا فريدا قاعد يمشي على مقوله او هذه جمهور ليفربول اليوم يعني شوف فهد الهاجري بروحه حميد القلاف غير موجود كان انصر تتكلم عن حميد القلاف لا وزنه ولا ثقله أكيد. بين حراس الكويت اليوم كان ودنا نشوف حميد القلاف بالمرمى الصراحه فايزين مرات الاولى يعني. فايزين يعني ووضع قوي يعني صراحه خاصه ان فهد الهاجري يعني. من اللاعبين المميزين يعني ناصر العجمي لاعب النصر ومشعل الشمري لاعب ايضا حارس نادي النصر حارس شاب مشعل وصالح مهدي راح ينحاز حق فريقه وان شاء الله فهد يصد هالركله البلنتي سلام جول تركيز عالي من ناصر العجمي حتى يعني فهد قاعد يصد غير دس فهد فريق فهد الهاجري وحميد القلاف فريق الهيبوس عندهم ثلاث نقاط عندهم ثلاث نقاط على خلاف الفرق الثانيه عندهم نقطه نقطه بعد ما تعادلوا لو تعادل انا قصدي فهد الحين يعني هو الحارس بس عليه انه هو يسدد مشعل بشكل صحيح حراس الشباب وليد سلام من حراس الشباب وحارس ايضا منتخب الشباب فهد الهاجري ممتاز بالهدوء راح يقوم بدور بطولي فهد اذا اكيد اذا اخذ لو اخذ نقطه اذا اخذ نقطه او فاز اخذ نقطه راح يكون حميد يعني راح يلعب الدور الجاي مرتاح فهد عليه انه مو شرط انه يسد يعني يسد بلنتي لانه يركز في شوتات تسديد صح لاعبين النصر مالهم الفوز على فكره والله راح لها والله مو مشكله بس انا هذا اللي اقصده فهد الهاجري يركز بالخمس شوتات ففهد ممتاز بهدوء اعصاب
تركيزه جدا عالي، وحتى في بلنتيات لما مع النادي وهو يشوت الشوط الاخيره يعني اللي فيها الحسم فمتعود على الضغط. فهد الهاجري سلام. حلو حلو فهد. بالنهايه انت تتكلم عن لاعب دولي وعنده يملك الشخصيه، الشخصيه هذه بداخل الملعب برا عنده هذا هدوء الاعصاب انه يكون يواجه فريق ثاني وهو بروحه يصد ويلعب. فهد ما يصير وليد شلون وحيد 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 ها. هدف ثالث من ناصر العجمي، تقدمون 3-2 فريق الفوكسس على الهيبوس. وفهد انا دائما اقول وحيد في يعني الحين انا قاعد فهد، وطبعا ناصر ما شاء الله مركز بس اثناء التسديد ما نحاكي. لا لا ما تكلمت الحمد لله. لا ناديت فهد انت بس فهد عليه انه يعني يركز ببلنتياته. سلام والخبره لها دور. نبي نعطي للحارس واللاعب عشان لا تشوش. مش متحمس ترى مشعل يعني مشعل من حراس الشباب المتحمسين يعني اللي وتعقياتك طبعا وعنده رياكشن. مشعل عنده رياكشن سريع حلو تحركه بالجول هذا اللي احنا نطالب فيه انه يتحرك. بس في حراس بعمره اطول من مشعل تحديد زاويه. ناصر الوايلد كارد حددها ناصر العجمي يبي يفرق بالنتيجه. هذه راح يصدها فهد الهازم راح يصدها حدد وراح يكون اول فريق بدون حارس يتاهل. سلام. انا اصفق ممكن اصفق ممكن صراحه يستاهل يعني فهد انا اصفق صراحه. لو طالب النظاره افضل حق افضل هذا اللي احنا نطالب فيه خاصة بس خاصه ان فهد مو حارس يعني مو مركزه حراسه المرمى. النظاره اسهل طبعا من الزاويه. اتمنى مش على الصيد الحين مش اشوف تحرك مش على هذا اللي يعجبني فيه. فهد الهاجري سلام. هالبلنتي هذا فهد كأنه ما استخدم الوايلد كارد عنده تسديده اضافيه اللي عاد لو تشوفونها المشاهدين يشوفون فهد الهاجري طالع على يمين الحارس ولعبها بزاويه هذه بس هذا تمويه بالنظر. بس فهد خبرته ينظر لاخر لحظه طبعا طبعا اكيد. شوف احنا قلنا ما عليه مو شرط انه يصد بلنتي بس يركز بخمس شوتات صد واحده. ناصر العجمي طبعا مسدد ممتاز وكان يحتاج التعادل. ناصر مركز. سلام سلام سلام. هذا الهيبه اعتقد فهد لو استخدم هاي كارد وبالنظاره يحسمها خلاص. اي تعادل الحين الحين تعادل ويحتاج التعادل ما يحتاج وايد كارد يعني. ويحتاج التعادل ما يحتاج وايد كارد. هو اذا تخلص النتيجه كذي ويضيع الاخيره راح يصير 5-4 راح يصير 5 راح يصير لا راح يصير 4-4 بس هو متعادل ويتاهل ويتاهل وحتى لو سجل الحين من غير وايد كارد 5-4 وليد حتى لو الادوار الجايه لو انا منه ما يب حميد بعد لا ضيعها لكن هو تعادل تعادل لاهله لاهله عنده يصير 4 نقاط بالضبط. يعني اول فريق من غير حارس ياهل فريقه بالضبط. فهد الهاجري فهد الهاجري يعني مشاهدينا تدبك هذا السؤال راح هذا سؤالي. فهد فهد برافو عليك فهد الهاجري شلت الحمل بروحك حارس ولاعب وقدرت تحصل على نقطه اللي تاهلك تكفي انك تروح الدور 16 بالبدايه. مناف كل عام وانت بخير. انت بخير العمر كله يا رب ان شاء الله. الامانه فكره اكثر من رائعه. حميد ما قصر المباراه الاولى. المباراه الثانيه يمكن صار له ظرف او شيء يمكن نايم اتوقع انه نايم لكن الحمد لله يا رب العالمين تاهلنا حق الدور القادم وباذن الله ان شاء الله انك وحميد متواجد وياي وش الحمل اللي شلته اليوم؟ بتمسكها عليه وايد عشان راح يقابلك المره الجايه. اي لازم لازم يكون موجود وبيكون موجود ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. اوكي. تبي فهد عندك؟ اوكي. انا اقدر 16 لا تجيب حميدك الله. 16 لا تجيبك. مناف يعطيك العافيه. سبع والله سبع سبع. صراحة روحتك حق صديقك الأخير روح مثالية حق حارس المرمى خطوات الجانبية 10/10 ما شاء الله عليك 10/10 موفق يا فهد. الله يحفظك من الإصابات. نبي نروح للمباراة الثالثة والأخيرة ما بين البايزونز وفريق التي ركسس. هي مباراة كسر عظم أو تحديد بطل المجموعة علشان يتأهل الدور الثاني. بدر الحجي ونايف البريتشي من نادي الصلابيخات ويوسف تناك وعبد العزيز الفضل من نادي كاظمة تيركسس ضد البايزونز جروب اف يتفضلون الفريقين في الملعب.
لاعبين سيطروا على روحكم وتعالوا، غاب واحد الثاني يقوم بالواجبين. صح لنا رمضان بس وقت مباراه كان بكر. عبد العزيز الفضل للامانه تناك علق بالزحمه، لازم يطلع بكر عشان يقول تعال مبكر. عبد العزيز الفضل حارس نادي كاظمه راح يسدد ويصد، بس الحارس لما يكون هو يقوم بالدورين اسهل من يكون لاعب يصير جولتي، لان الان بس هو كسر القاعده. كسر القاعده فهد هذه، بس الحارس الان في الكره الحديثه انه يكون لازم يلعب ثنتين. بالضبط. عبد العزيز الفضل تسديده الاولى. عزيز الفضل، عزيز الفضل سلام. الله في تمويه في الجسم. طولنا احنا يعني من احسن تمويهات الحين المسجلين عبد العزيز الفضل هالتمويه هذه. قبل لا شوت حسيت بالطق بالعرض ترد عندنا كره. يعني ما اخذ خطوات بسيطه، لا لا وراح يمين ويسار. وهذا الصح انا عندي بالنسبه لي. عشان عزيز الفضل حارس نادي النصر سابق، حارس منتخب الشباب كان فتره، عنده البنيه الجسمانيه اللي حارس نادي كاظمه حاليا. بدر حجي صراحه انا معجب بتسديداته. بدر حجي زاوية قلنا لك يا بدر البس مو الذهب. ترى بس ما شاء الله ترى مسدد زين. عبد العزيز نطر لاخر لحظه. صح شوفي طالع تسم له في ترى مباراه بالنظر. بدر مسدد ممتاز. عبد العزيز فضل الان ادفانتج له بالتسديده الاولى. شوف استخدم القوه. يعني ونطر الحارس وسدده افضل من تستخدم الكوره. ايضا نايف البريتي قراها صح. اكيد نايف يحسب له تصدي البلن. بدر شوف تركيز بدر خطواته بسيطه. سلام مثل ما بدر يسدد جيد. نايف البريتي ايضا ساهم بالمباراه الاولى بفوزهم واعتقد صد ركلتين في المباراه الاولى. بدر تسخينه نفس بالمباراه. بس خلينا نقول حق الناس موقف الفريقين بالمجموعه قبل هذه المباراه. تفضل. لهم اربعه عليهم ثلاثه ولهم فوز فمتعادلين في كل شيء. الفايز فالحين الركله تفرق. عبد العزيز تفضل. سلام. هذا الفرق بين الثاني والثالثه. الاولى والثالثه نفس الشيء. يموهب جسمه خليها بزاويه. يعني شاف تحرك الحارس نايف هيلعبها بالنص. لكن الحين التسديدات اللي سددهم ترى ولا كره بزاويه، كلها بالحارس ويم الحارس. صحيح. بدر الحجي تسديده ثالثه. بدر ما شاء الله عليه يعني ياخذ خطوات يشوف الحارس. سلام. ما غير. وعبد العزيز ترى ما نطر بدر الحجي بس ولكن هو هذا ريسك تسديد في زاويه واحده. صحيح. هو ريسك مخاطره. حتى الجولتي ما يثق يقول الحين بغير الحين بغير. بدر محط باله زاويه على حسب سقوط الحارس. تسديد الرابع الحارس في الكره. التسديد الرابع اللي عبد العزيز الفضل. سلام. يعني راح يتحسب على الثانيه لما شاف. بس لازم يسد الحين. لازم يسد. شو صار اتوقع البريتشي بيشوت واحده من الشوتات. ترى البريتشي مسدد زين. اتوقع انه بيشوت. نايف مسدد زين. هذه الركله الرابعه ما ضيعوا لحد الان ما ضيع فريق البايسونز ولا ركله. استخدم وايد كار. انا اتوقع نفس الزاويه. انا اتوقع ينزل الحارس بعدين يفكر بزاويه معينه. نفس الزاويه. شوف هو على الحارس ولا كره وثق فيها عبد العزيز راح لها ولا كره. لان هو ينطر بس الحارس وين يروح. بالضبط. نفس اسلوب علي ولدك. حتى سام الادريسي نفس الشيء. تحتاج تكنيك معين وتحتاج ثقه كبيره. يعني تدري الجولتي ما يتحرك لاخر لحظه يتوهق. استخدم النظاره عبد العزيز الفضل. خصوصا طبعا فتره صار الوحيد اللي شوف استخدم النظاره وراح بعيد اصلا عن الكرة. انا اخاف شوت هذا الصبغ الاسود. بالضبط. عبد العزيز نظره اخيره. ايوه. بيشوت شوت قلت لك. سلام. يا سلام. هذا اقوى والد كارد. لا بس اهم شيء هذه اللمسه الاخيره.
هذه اقوى تسديده وايلد كارد بالنظاره شفناها بدايه البطوله. ترى من لمس من احساسه بالكره يبي يشوتها شوت مناف بوجه القدم. مناف لو الحين تصدي ضربه الجزاء شلون طريقه التاهل راح تصير؟ الحين هو عنده ستة. الحين هو عنده ستة ترى. اذا صدها تعادل. عنده خمسة. اذا صدها تعادل تصير. فهو تعادل كل شيء. راح ينجبر انه يستخدم وايلد كارد. المفروض. 4-4 قاعد ينبهل الحكم. 5-4 5-4 راح تصير 5-5 الافضليه اتوقع لاستخدام الوايلد كارد لان هو وايلد كارد عشان يصير 6-5 لا لا اتكلم اي ايضا نايف اللي بيشوت بسد هذه التسديده راح تحدد مصير المتاهل للدور الثاني. نايف راح يستخدم النظاره يعني قلت لكم نايف راح يشوت. هذه الميزه ترى ان فريق جاي مبكر ترى بدر حجي ونايف رج كانوا جايين مبكر اليوم فالظاهر اتفقوا قبل. نايف البريتي بيسدد ركله الاخيره. قاعد اشوف النظاره قاعد اشوف عزيز قاعد يهوي حق ال لا عبد العزيز برافو سلام يا عبد العزيز. عبد العزيز الفضل كان بطل اليوم. اليوم شفنا شيء غريب. اللجنه انا بتكلم حياك عبد العزيز حياك اللجنه حياك انا بتكلم نيابه عن اللجنه. اي فريق بروحه احنا معه. بطل عزيز بطل. حياك يمي انت واسف قول له ما تاهل. حياك يمي عزيز مبروك الله يبارك فيك الله يعطيكم العافيه. خوش البرنامج هذا. انت داش مبين انك مركز حلوين بس انا بسالك سؤال. تفضل. انت الدزات كلها صحيحه ما عدا الثانيه تحسفت عليها انك اخذتها قوه؟ لا كنت بحطها بالنص قويه. بس انت كل تسديداتك مشابهه كانت نفس الشيء كلهم ثلاثه بالنص هاي كانت صحيح اي وكنت على هدوء اعصاب مع التمويه وتحطها نوعا ما الا الثانيه انه ماكو ولا حارس بالعالم يشوت بلنتي صحيح كنت صالح اعرف هالشيء بس ما شاء الله عليك بطل مسدد كحارس مبروك التاهل الصعب وطالب التناك وايد الظاهر انت الحين شوف التناك وحمد قلب خليهم فريق برا نبي نقدم مبروك نبي نقدم مباراه باكر بشكل سريع لان ما عندنا وقت. باكر الراينوس محمد العتيبي نواف المنصور من نادي الساحل راح يبارون الدراغونز محمد دحام ومحمد الحسينان. هم مباراة صعبة وحسبة صعبة وفي فريق ينتظر هذه المباراة هم الفريق الثالث. فهد عايد عبد العزيز عيدان من الجهرة فريق الراكونز راح يبارون الغوريلاز. علي وليد علي وعبد الرضا شهاب اللي مرشحهم فريق وليد علي. باكر 4-3 ان شاء الله على القناة الاولى انتظرونا باكر. طبعا قطر هني انا عشان فريق باكر. We'll be right back.